هالناس شو مساكين تسرقون الدنيا والمصاري بيضلوا راكدين لا يحصلوا على كل شي آخر شي بيموتوا مصاريهم بتتوزع وبيوتهم بيسكنوها غير والناس اللي بحبوهم بينسوهم بس بتعرف أنا بحسدهم ارتاحوا الله أعلم إذا ارتاحوا اللي يا هارون كيف فيني ساعدك عن جد عم تحكي مدارة؟ ايه عن جد يعني في مجال يصير في معانقة يعني التحام وبوسة واحدة يعني لا هارون انت فهمتني غلط انا قصدي ساعدك على طريقتي مو على طريقتك على اساس كتير في فرق بين طريقتي وطريقتي لك لا عم تمنعي لك شو صار لي شو بك هارون شو جنيت؟ ما حخليك كلمة شعرة مني فهمان بعد عني مستحيل ليش هون ما بعد عني يلا روح اطلع لبرا يلا هذا هيك مني على الخالص شو رح تساوي؟ انتحر ايه بيكون احسن يلا يا جبان نط نط وريحني منك لدرجة بتكرهيني؟ هارون طلع فيه عم بقلك طلع فيه انت بتقدر تتجوزها لخدامتك اللي بتموت عليك؟ جاوبني ليش؟ انا ما بحبها وانا كمان نفس الشي لا تجبرني ساوي شي انت ما بتقدر تساوي كرمال الله يا هارون ارحمها عليك بقى وارحمني Thank you.